عندك باباك ولا لا؟ انا نظن راه حي، ولكن ما كنشوفوش، ما شفتوش من هذه ملي كنت صغير، ملي كان عندي وقيله 5 سنين ولا ما عقلتش. انا كنمشي عليك ما عرفتش تقدر تهضر في هذا الموضوع ولا لا؟ سولني نجاوبك عادي، راه هذه الدنيا راه كل علاش شيء اخويا ايمن؟ فوالا حنا كنا عندنا ناقصين في شي حاجه، عندنا يعني فهمت شنو نقول لك، بوان فابل بوان، فهمت شنو نقول لك؟ علاش ما شحال ما شفتيه؟ اش غادي نقول لك، انا ملي كنت صغير كنت نمشي نشوفه. بون كي كي صافي طلقوا، انا الوالده وبا طلقوا، كانت في عمري 3 سنين. ومن بعد بقيت نمشي نشوفه في واحد لو بوان دو رونكونتر ان فرانس، سكون ابل ان بوان دو رونكونتر على ليبوك، اون ابلي سا كوم سا جو سي با ميتنون. المهم كنت نمشي نشوفه في واحد البلاصه، ديك البلاصه كيتجمعوا فيها الناس، هي يتجمعوا فيها كاينه كاع وحده في طنجه، على يد الدوله، على يد الدوله، على يد الدوله، يكونوا كاع ايه كاينه وحده في طنجه، عرفت وحده في طنجه سميتها. المهم كنت نمشي نشوفه في هذيك البلاصه، فوالا نقعد معاه هذيك الساعه ولا ساعتين ولا كاع النهار، ما عقلتش كاع، كنت صغير ما كتبش عليك. وكانت عندي يلاه كانت عندي 5 سنين، دوك من 5 سنين حتى لست سنين ونص، هكا 6 سنين هكا. بقيت نشوف نمشي نشوفه تما وكل شيء. وواحد المره مشيت ما لقيتوش، والمره تما قالت لنا لا لا حقا حقا راه مشغوله، راه عنده دي المهم دي زامبيشمون دي رونديفو كل شيء كل شيء. وصافي وليت للدار، مره الزوجه هكا، الثالثه الرابعه، بقينا نقولوا علاش ما بقاش يجي باش يجي يشوفني زعما باش نتشافوا، راه ولده ما بقاش يجي يشوف، ما بقاش يسول، ما بقى والو. صافي خويا اش غادي نقول لك، من بعد حتى انايا صافي، باسكو كان عنده لو دوا يشوفني، هو كان عنده الحق يشوفني، ولكن هو اللي ما بقاش باغي، هو ما بغاش يشوفك، فماشي ما بغاش، ما عرف الا ما بقاش باغي يشوفني ولا ما مانيش عارف الدنيا كي دايره. والمهم ما بقيتش نمشي تما في هذيك البلاصه، وصافي درت الحياه ديالي مع الوالده ديالي اللي كما قلت في واحد الاستجواب اللي ضحت حياتها عليا، ودرت كل شيء، درت المراه، درت الراجل، درت كل شيء، خدمت ما شاء الله ما شاء الله، ربي نورها ويعطيها الصحه الجديده. امين يا رب، امين. وصافي من ذاك النهار ما والو، اش غادي نقول لك، صافي ايوا هاد الخطره هادي في المهرجان ديال وجده، اش غادي نقول لك، اختو جات بقات تعوق تما، ومانيش عارف وايمن ما ايمن سوسي سولا. مي اخويا اسمح لي تجي تدبر عليا انايا، حتى كبرت حتى تشرت، مي سافا با وكوا، يعني خاصو يكون معاك. سمح لي نقدر نتلاقى معاك في الطريق، انا نقولها هكا مباشره، ما عنديش مشكل، جي با بروبليم، نقدر نجي نقول لك السلام عليكم الا تجي لعندي، باسكو فوالا يمكن توحشوني ولا مانيش عارف. السلام عليكم، يا ريان بلوس كوا، سي تو، غادي اداب التربيه ديال ما، السلام السلام، الله يعاون. راه سي بو تو سي، ان تروك كون دي ان فرونسي سا نو بو اتر كوم افون، ما نقدرش نوليو كيما كنت، فهمتني؟ جو سي با سي اون بي دير سا اون اراب، كومون دي، ما نقدرش نوليو كيما الماضي، فهمت؟ فهمت، الماضي ما كيرجعش. ولكن نقول واحد الهضره ايمن، قال كاين واحد المثل المغربي كيقول، ما عرفتش كتعرفو، كيقول كون راجل بحال امك، الام كتلعب الدور ديال الراجل دي فوا. وحنايا نورمال يعني بزاف ديال الناس هنا كيكتب لك بحالي، يعني انت مثلا كتمثل هذوك الناس انهم نورمال، الا ما كنتي عايش بلا باك، ولا راه الام كتلعب جوج ديال الادوار، ربي كيعطي ديك القوه. فوالا انا يما لعبت دور كبير، وما نكذبش عليك، والى العائله ديالي ما مجيت باراهم يسمعوا، سمحوا لي، ولكن ما نكذبش عليكم، ما حسيت بوالو، يعني راه عندي ما، وبحالي ما عنديش با، سمحوا لي. وهو دار الحياه ديالو حتى هو، فهمتي؟ راه تعاود الزواج وكل شيء. شحال ما شفتي اخويا ايمن؟ ملي كان عندي 6 سنين، راه عندي 28 عام، حسب صافي ديغ كو، يمكن نقدر نتلاقى في الطريق وما نعقلوش كاع، غادي نشوف هو اللي غادي يعقلني، لحقاش هو كيشوفني في التلفازه، سي تو في نورمال، مي انايا نشوف هكا جو سي با، جو مي سوفيان بلو، ما عقلش. مي سي با ما فوت، ماشي لا فوت ديالي، انا كنت نشوف هو خويا انا فهمتك. شوف حنايا ايمن، هنايا حنا خوت وصحاب هنا وكلشي دابا معاك ياك. ما عمرك حسيتي بالنقص ايمن؟ يعني سيرتو مثلا انيس بابا كاين معاه ديما وكذا، واش عمرك حسيتي بالنقص؟ سبحان الله ما كذبش، والله ما عمرني ما حسيت ذاك النقص، سبحان الله سبحان الله. ربي عطاك هكا باسكو ما ميغ لحقاش ما لعبت دور كبير، وتيرمون دارت لي مانيش عارف، ما نقدرش نفهم لك، خاصك ماشي دارت دارت راه عندي مسكينه هادي عارف. واه لا كونيكسيون سي با غاف. انا معاك اخويا ايمن، نكمل انا معاك، كيتقطع لي مره قلت لك والله ما عمرني ما حسيت بالنقص، وسبحان الله عمرني ما جاتني هذيك الضربه ديال بغيت غير بابا ولا ديزولي نو جو سوي ديزولي. حيت انت مثلا كون كان بغاك هو قلت كون راه بغيتيه، حيت هو ما بغاش. الوالده ديالي كانت تقولها لي، كانت تقول لي وللان الا توحشت ولا بغيت تخرج انا ما عنديش مشكل، ولكن ما تسمح لي توحش ولف. فوالا الحمد لله قالها، لحقاش انا بالعربيه فوالا ما كانش الولف في الجو ديال باين وموايل، ما ربيناش الكبده سبحان الله، ما كبرش ذاك الجو.
دابا ايمن شوف بزاف ديال دابا انت ما ربيناش هذه هذه عشيرتي صحفيه كتسب لك نجم المغرب انت هي كتعرفك صحفيه في مصر ايوا سميتها نسمه قولها سالو نسمه مسكينه هي هي كومونتات نسمه السلام عليكم تحيه كبيره من المغرب ضيفه مسكينه فوالا المسرح شوف فوالا تحيه كبيره دابا ايمن شوف دابا بزاف ديال الناس مثلا داروا حياتهم فهمت شنو بغيت نقول لك ربحوا حياتهم انت درتي كارير ديالك صراحه الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكيصيفطوا مثلا ميساج لباباهم زعما شنو تبغي تقول واحد الميساج شنو تبغي تقول شنو نقول خذ راحتك زعما حيت انت لباباك ولماماك واحد الميساج لباباك حيت خلاك ولماماك لو بروبليم سي كو با ما كيما قلت لك نشوف في الطريق ما غاديش ما نعقلوش دوك ما عندي ما نقول ما كاين ما يتقال ما تقدرش